اهلا بحضرتك. خلاص النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي اعلنوا التشكيل الرسمي لقمه مباريات الدوري المؤجله النهارده اللي بتجمع بين الاهلي والاسماعيلي على استاد برج العرب. المباراه ان شاء الله تنطلق في تمام السابعه بتوقيت القاهره. النادي الاهلي بيبدا النهارده مباراه الاسماعيلي بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين محمد هاني وجنبه رامي ربيعه ومعاهم كمان محمد هاني زي ما قلت لحضراتكم، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وعلي معلول. نص الملعب اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، وفي الهجوم موجود احمد عبد القادر وبيرسيتاو ووسام ابو علي. نروح بقى لتشكيل النادي الاسماعيلي في مباراه النهارده. التشكيل طبعا اللي اعلنه الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للدراويش: احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، معاه عبد الكريم مصطفى ومحمد عمار ومحمد نصر وحمدي النجاز في الدفاع، ونص الملعب موجود بيومي ومخلوف، وفي الهجوم عمر الساعي واحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدي، ورأس الحربة في مباراة اليوم هو نادر فرج. طبعا عارفين ان النادي الاهلي والاسماعيلي ترتيبهم متأخر جدا لاسباب مختلفة. يعني لو هنتكلم على النادي الاهلي فبالتأكيد عارفين ان ترتيب النادي الاهلي متأخر في الدوري لكثرة المؤجلات. النادي الاهلي لعب قبل مباراة النهاردة زي ما شايفين في الجدول قدام حضراتكم. النادي الاهلي في المركز ال11 برصيد 21 نقطة من 11 مباراة. نادي الاسماعيلي موجود في المركز ال13 من 19 مباراة برصيد 19 نقطة. طبعا نادي الاسماعيلي عمل يعني موسم ما كانش جيد جدا في بداية الموسم الجاري، ومن 19 مباراة قدر يحقق 19 نقطة بس. كسب أربع مباريات، تعادل في سبعة، وخسر ثمان مباريات. فرق الأهداف بالنسبة للنادي الإسماعيلي هو سالب أربعة، ده أكيد بيدل على التراجع الكبير في أداء النادي الإسماعيلي في الموسم الحالي، وهو يعتبر في دايرة الخطر. دايرة الخطر طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي آخر ثلاث مراكز في جدول الترتيب. النادي الإسماعيلي مش بعيد قوي، يعني لو هنتكلم على فرقه صاحب المركز الستاشر فهو عنده 13 نقطة، 16 17 18 هيهبطوا من الدوري، ففرقه 13 والنادي الإسماعيلي عنده 19 نقطة، يعني بنتكلم في فرق مباراتين. وطبعا النادي الاسماعيلي بيحاول جاهدا ان هو يرجع مرة تانية لمكانته الطبيعية. لو بصينا على الجدول زي ما حضراتكم شايفين هتلاقي اهلي زمالك اسماعيلي المراكز 11 12 13. الاهلي لعب 11 مباراة، الزمالك لعب 13، الاسماعيلي لعب 19. لو رجعنا كمان نتكلم على تشكيل النادي الاهلي فالنهارده بنشوف عودة مروان عطية. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي خلاص بدأ يفرج عن العائدين من الاصابة. الفترة اللي فاتت كنا شايفين النادي الاهلي او مستشفى الاهلي كانت بتضم اسماء كتير جدا، لكن خلاص كل المصابين رجعوا. حتى في التدريبات كان محمد الشناوي العائد من فترة غياب طويل بعد التعرض لإصابة في الكتف أثناء مشاركته مع منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية في يناير اللي فات، ابتدى يرجع أهو ومتواجد النهاردة على مقاعد بدلاء النادي الأهلي في التشكيل النهاردة قدام النادي الإسماعيلي رغم تعرضه لإصابة خفيفة في التدريبات في الفترة اللي فاتت. النهاردة مصطفى شوبير هو حارس مرمى النادي الأهلي الأساسي، وخلاص المنافسة الشرسة هتبتدي. الشناوي كنا عارفين إن هو غايب للإصابة، لكن دلوقتي قائد النادي الأهلي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول متواجد على مقاعد البدلاء. وشوبير شفناه في الفترة اللي كان متواجد فيها بشكل مؤقت في حراسة مرمى النادي الأهلي أدى بشكل كويس جدا وعمل رقم قياسي كبير ومهم في دوري أبطال أفريقيا بالحفاظ على نظافة شباكه في سبع مباريات، وبيقود أو بيساهم في قيادة النادي الأهلي للمباراة النهائية للموسم الخامس على التوالي. النادي الأهلي متواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا. بنفكر حضراتكم طبعا النادي الأهلي عنده مباراتين مهمتين جدا قدام الترجي الرياضي التونسي. المباراتين إن شاء الله هيتلعبوا في أواخر الشهر الجاري. مباراة الإياب هتكون في القاهرة هنا إن شاء الله على استاد القاهرة يوم 25 مايو، مباراة الإياب. النادي الأهلي هيلعب الذهاب في رادس والعودة هنا في القاهرة. كان في كلام انتشر في الساعات الأخيرة عن إمكانية نقل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي لخارج تونس بسبب العقوبات اللي فرضتها لجنة المنشطات أو الوكالة الدولية للمنشطات على تونس بعدم استضافة أي
او عدم اقامه اي فعاليات دوليه وعدم رفع العلم التونسي كمان في اولمبياد باريس المقبله لوجود مخالفات من جانب اللجنه الاولمبيه التونسيه. كان في كلام اتقال على ان العقوبه دي هتؤدي لنقل مباراه الترجي والاهلي لخارج تونس، لكن في الحقيقه مباراه الترجي والاهلي في ذهاب نهائي دوري الابطال في ميعادها ومكانها بشكل طبيعي جدا، لان عارفين طبعا ان المباراه دي بتنظيم الكاف، يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم هو المسؤول عن تنظيم المباراه، المباراه لا تخص اللجنه الاولمبيه التونسيه، وبناء عليه مباراه الترجي والاهلي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا هتتلعب في ميعادها. لكن النادي الاهلي النهارده بقى بيبدا رحله البحث عن اكبر عدد ممكن من النقاط قبل ما يسافر لرادس ويرجع بعدها باسبوع يلعب مباراه العوده هنا في القاهره. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده مؤجلات كتيره جدا. لو جينا بصينا على جدول النادي الاهلي هنلاقي تقريبا كل 3 ايام عنده مباراه. البدايه النهارده قدام النادي الاسماعيلي، هيكون الاسبوع او الاسبوعين اللي بيسبقوا مباراه الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال هتكون مزدحمه جدا، وبناء عليه هيكون مارسيل كولر المدير الفني للفريق مطالب باجراء تعديلات على التشكيل. ليه؟ لان الافه اللي كل الانديه في العالم بتعاني منها هي الارهاق وضغط المباريات. النادي الاهلي لحد دلوقتي قبل مباراه الاسماعيلي النهارده ان شاء الله لاعب 33 مباراه في كل المسابقات وكل البطولات. النادي الاهلي السنه دي لعب سوبر افريقي، لعب دوري الافريقي لكره القدم البطوله المستحدثه، لعب كاس عالم للانديه، بيلعب لسه في دوري الابطال، بيلعب كمان لسه في الدوري المصري، بيلعب كاس مصر، لعب موسم ماضي وموسم جاري، مسابقات كتيره جدا وارتباطات كتيره جدا. احنا لسه في اول شهر 5 اهو واتلعبت 33 مباراه لحد دلوقتي. اكتر اللعيبه اللي شاركت مع مارسيل كولر في المباريات هو محمد عبد المنعم في المركز الاول باكتر عدد دقائق مشاركه مع الفريق، وبيليه علي معلول، لكن المدير الفني السويسري محتفظ بيهم النهارده في التشكيله الاساسيه قدام الاسماعيلي. وحصل يعني شويه تدوير في بعض المراكز، خط الظهر بالنسبه لمارسيل كولر وحراسه المرمى خط احمر بالنسبه له، رغم عوده محمود متولي للتدريبات وللجاهزيه وموجود في القوائم بتاعه المباريات الاخيره وابتدى ينزل بشكل تدريجي، لكن كولر بيفضل عدم اجراء اي تعديلات على خط دفاع النادي الاهلي الرباعي الحديدي من وجهه نظره، مكون من محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعه، وعلي معلول. الرباعي دول بيلعبوا مع النادي الاهلي بشكل منتظم في الفتره اللي فاتت، رغم جاهزيه واحد زي عمر كمال عبد الواحد اللي غايب عن الاهلي في بطوله افريقيا لعدم قيده افريقيا، وعوده كمان محمود متولي لمركز قلب الدفاع، وجاهزيه بالتاكيد النجم كريم الدبيس اللاعب الشاب اللي بيجهزه النادي الاهلي لخلافه علي معلول. كل دول جاهزين، لكن كولر بيفضل الاعتماد على رباعي خط الظهر اللي بيعتمد عليه بشكل كبير في الدوري وحتى في دوري الابطال، رغم ان الفتره اللي جايه هتشهد ضغط مباريات كبيره جدا والبدايه النهارده مع مباراه الاسماعيلي، لكن كولر محتفظ بخط ظهره. التغييرات اللي بيجريها كولر شايفينها على مستوى وسط الملعب، بعوده النهارده مروان عطيه على حساب احمد نبيل كوكا المتالق في الفتره اللي فاتت، كمان اكرم توفيق بعد تالقه في الفتره اللي فاتت ابتدى يتواجد بشكل اساسي، اهو موجود اهو النهارده للمباراه الثالثه على التوالي اساسي في تشكيله النادي الاهلي في نص الملعب، وكمان عوده امام عاشور بعد ما لعب المباراه الاخيره كبديل قدام مازيمبي. والحقيقه بعد نزول امام عاشور كبديل في الشوط الثاني المباراه تحولت تماما والنادي الاهلي هجوميا بقى شكله احسن. النهارده بيبدا امام عاشور ومعاهم طبعا في خط الهجوم العائد من الخلاف احمد عبد القادر اللي كان كولر في الفتره اللي فاتت يعني نقدر نقول ان هو ما كانش مقتنع بيه وكان غايب لفتره طويله، لكن احمد عبد القادر بعد ما اضطرت كولر الظروف ان هو يعتمد عليه بشكل اساسي لكثره الغيابات والاصابات في مركز الجناح الايسر، الراجل بيؤدي ما عليه وبيظهر بشكل جيد جدا، والنهارده بيكافئه وبيكون متواجد في التشكيل الاساسي. نفس الكلام بالنسبه لبيرسي تاو العائد من الاصابه وبيحجز مكانه الاساسي في تشكيله النادي الاهلي، وكمان معاهم وسام ابو علي المتالق في الفتره اللي فاتت، وشفنا هدفه المميز قدام مازيمبي
في اياب نصف نهائي دوري الابطال في المباراه الاخيره جايب جول ولا اروع، عشان كده وسام متواجد في التشكيل الاساسي. وخلاص موديست خرج تقريبا من حسابات كولر، الراجل خلاص بقى مقتنع ان المهاجم الاول بالنسبه له هو وسام ابو علي، ويجي بعديه موديست وكهربا المتواجدين النهارده على مقاعد بدلاء النادي الاهلي. خلينا نشوف النادي الاهلي هيعمل ايه مع الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي برضه هيقدر يوقف بقى سلسله عدم الهزيمه من جانب النادي الاهلي في مسابقه الدوري ولا لا. هنشوف اكيد مباراه ممتعه بين اثنين من كبار الكره المصريه، الاهلي والاسماعيلي النهارده على برج العرب في تمام السابعه. بنشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا وتغطيه خاصه لقمه مباريات الجوله في الدوري الممتاز.